التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وذلك لتهنئة السيد الرئيس على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيسا لمصر. وأكد الرئيس سلفا كير على خصوصية العلاقة بين البلدين، مشددا على حرص جنوب السودان على استكمال مسيرة التعاون المشترك مع مصر. وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي ثمن الاتصال الكريم، مؤكدا العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص مصر الدائم على دعم جنوب السودان وتعزيز التعاون معه في مجالات كافة. تأجل التصويت في مجلس الأمن على مسعى لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يوما آخر حتى اليوم الجمعة، على الرغم من أن الولايات المتحدة والتي تتمتع بحق النقد الفيتو تمكنت من إجراء التعديلات على طلبها، وقالت إنه يمكنها الآن دعم المقترح. وبعد مفاوضات استمرت أسبوعين تقريبا وتأجيل التصويت عدة أيام، تم التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر من أمس الخميس مع الولايات المتحدة قد يسمح بتبني القرار. استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح منذ فجر الخميس، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا. وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم بأن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 20,057 شهيدا، وأن 53,320 آخرين أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر. أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مواصلة العمل مع الجهات الكافة في سبيل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين الذين استشهد منهم نحو 83 في قطاع غزة خلال العدوان المتواصل. وأفادت لجنة الحريات في النقابة في بيان أن مسلسل الاستهداف لا يتوقف عند الاستهداف الشخصي للصحفيين على خلفية عملهم المهني، بل يطال عائلاتهم، حيث استشهد المئات من عائلات الصحفيين في قصف منازلهم ثمنا لمهنة أبنائهم. قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يعد هناك مستشفيات عاملة في شمال قطاع غزة. وأفادت المنظمة بأنها أرسلت بعثات إلى مستشفيين أصيب بأضرار بالغة، هما الشفاء والأهل العربي المعمداني في شمال قطاع غزة الأربعاء. وصرح ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن بأن طواقم المنظمة تعجز عن وصف الوضع الكارثي الذي يواجهه المرضى والطواقم الطبية الذين ما زالوا هناك. أفاد تقرير لبرنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم بأن كل شخص يعيش في قطاع غزة سيواجه مستوى عاليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأسابيع الستة المقبلة. وتوقع تقرير برنامج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC إنه بحلول 7 فبراير سيكون سكان قطاع غزة جميعهم عند مستوى جوع يلامس الأزمة أو ما هو أسوأ. وكشف التقرير أن هذه هي أعلى نسبة على الإطلاق قام البرنامج بتصنيفها. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن أكثر من 20 دولة انضمت إلى التحالف الذي تقوده واشنطن لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات قوات الحوثي في اليمن. وأضاف البنتاغون أن قوات الحوثي تهاجم الرخاء الاقتصادي للدول وازدهارها في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن قوات التحالف ستقوم بدوريات في البحر الأحمر وخليج عدن للاستجابة وتأمين المساعدة عند الضرورة للسفن التجارية التي تعبر هذا الممر. أعلنت الحكومة التشيكية غدا السبت يوم حداد على ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة تشارلز بالعاصمة براغ، وأسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 25 آخرين. وكانت السلطات التشيكية أوضحت أنه تم العثور على جثة مطلق النار، مضيفة أنه وفقا لتقارير غير مؤكدة انتحر. في غضون ذلك أعرب الرئيس التشيكي بيتر بافيل عن صدمته عن هذا الحادث. من جهته أدان البيت الأبيض حادث إطلاق النار ووصفه بأنه عمل عنيف جنوني.